والسرورية كله، سرورية طبعا في الجامعة دي ثلاثة أجنحة، ثلاثة أجنحة، جناح عبد الحي يوسف دي ناس المكتبة العلمية، جناح محمد عبد الكريم دي ناس جمعية الشباب المسلم، جناح قال التيار السلفي الجهادي دي ناس الصادق عبد الله وسعيد نصر لعله معاهم، ثلاثة أجنحة سرورية في الجامعة دي، ثلاثة أجنحة. هسا أنا لقيت هناك بتاع زي دي فيها منبرين ملصقات بيكوا بعض، سرورية في سرورية، سرورية في سرورية، بجاي مكتوب يعتذر التيار السلفي الجهادي عن منبر اليوم، بجاي أحمد سليمان أريد أن أتكيف، ولكن مكتوب العنوان بتاعهم جمعية الشباب المسلم، قال أريد أن أتكيف ولكن قال دعموا على المنبر، أريد أن أتكيف، عندهم منبر تاني اسمه أريد أن أحب، الحب حلال ولكن ده الأولاد ذاته، هسي دي دعوة، هسي دي رجالة ذاته، دي رجالة أريد أن أتكيف ولكن الحب حلال ولكن، لكن لقينا الموضوع أكبر من كده، لقينا الأولاد ديل مطلعين شيتات، افتح الشباك أبو بكر والله نصحك، أبو بكر نصحك نصيحة غالية، قال لك أنت دقست خشيتي، صبر صبر في النص ثلاثة أصفار، أوعى تحفظ الصلاة، ثلاثة أصفار، خلاص؟ لقيناهم مطلعين شيتات، بس بتاع خليها في بلاوي بتطلع اتباعا، شوية شوية. مطلعين شيتات، مطلع واد اسمه محمد علي عوض ولا عبد اللطيف، المهم تابع للواد ده اللي اسمه أحمد سليمان ده. واد كده أصفراني كده مقصر، ما عنده أي علاقة مع السلفية. أريد أن أتكيف وأحب ولكن، مطلعين شيت. الشيت اسمه بنت سودانية أجمل من الحور العين. كمان سودانية؟ أجمل من الحور العين. أجمل من الحور العين قال. قال والله العظيم كاتب كده. قال من صفات البنت السودانية، سودانية. قال قامتها ممشوقة. قامتها ممشوقة. ها؟ وصدرها كاعب بارز. ومشيتها يشتاق لها أولياء الله. يا عفن. ده كلام ما انت الكتب العينك ده العينك انت الكتب الكلام ده عفن قال وصدرها كاعب بائس ده لبندقون ده لبندقون ده سلفيين يا زول انت ما عندك اي علاقه مع السلفيه ومنو قال لك الرجاله بالسفر الى مالي طيب اذا مشيت بوركينا فاسو حكون شنو منو قال الرجاله انه يا ربنا قال الرجاله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه دي الرجالة، الرجالة تمشي مالي فوق ده ما جهاد، ما جهاد خالص، في مالي ما في جهاد، في الصومال القاعدة دردقوهم لو شيوخكم ناس عبد الحي والجماعة ديل يسفروكم الصومال ده ما جهاد، ده مسلمين بيقتلوا مسلمين لحد ما أدت إلى مجاعة حصدت مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ دي عملات سرورية بالمناسبة، العمالة منو غير الأخوان المسلمين، وهي يقول لك الحاكم كافر لأنه حكم الديمقراطية الواد ذاته امبارح طيب سيد قطبي لما شتم نبي الله موسى مسلم ولا كافر؟ اهو ده الكتاب صفحة 200 لما شتم نبي الله موسى ده وقال ما كان عنده صبر وربنا قال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل والنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله اخي موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر سيد قطبي قال ما عنده صبر ده كفر ولا اسلام؟ زول انت خليك زول واعي، اوعك تلعب معانا، اوعك يا اخي ده مطلع عليه ورقه الواد بتاعهم ذات شيخه وده شيخ امجود اللي بيقولوا ده ذاته شيخه ده اسمه محمد علي، ده شيخهم ذات مطلع عليه ورقه قال شروط الاختلاط الشرعي، كل الامه دي موجوده هنا، شروط الاختلاط الشرعي قال من شروط الاختلاط عشان يكون جائز يعني شرعي، من شروطه قال اربعه ولا خمسه قال الاستئذان في الغرف المغلقه يعني في بيت قاعده جوا ما يجوز تخش عليها بدون اذن، لكن لو دقيت الباب كك 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 قلت لك اتفضل دخلت حلال. والله العظيم دقنه لا هنا، دقنه حقتي دي جنبه ولا اي حاجه، ولا حقت ابو بكر، تقول لي سلفي؟ تيار السلف الجهادي، يا انت ما عندك علاقه مع الجهاد ولا السلف، انت ما مشيت ليه؟ انت بتقول بقى راجل لانه مشى مالي، الجهاد في مالي، انت ما بقيت راجل ليه ما مشيت ليه؟ وتبقى راجل 200 ذاك؟ تبقى والرسول ما مشى مالي، الرسول ما مشى مالي، ما راجل؟ ابو هريره ما مشى مالي، ابو بكر مالي بتاع شنو يا اخي انت مجنون؟ مالي بتاع شنو؟ ادعو للتوحيد يا اخي، في مشركين هنا كفار، في ناس بيقولوا الله ثلاثة والله أربعة،
في شيخ صوفي هنا عندي جيبه. شيخ صوفي هنا قال انا ترتب العنقريب. قال جو اثنين دراويش قالوا له ورينا الطيران. قال ركب العنقريب كده مو طرفه. هذا رايك في شو؟ قاموا هنا طبقات وضيف الله. تقول لي مالي وما مالي؟ في ناس هنا مشركين، في ناس كفار هنا. بس عاملين لي حكام وما حكام وجهاد وما جهاد، ويوم يوم ما شفنا واحد فيكم اشد جهاد. خلاص الود الان هو الصغير غشيتوه، زي ود اللي اسمه وليد الغشيتوه في تفجيرات السلمه، شات الترابيزه بتاعت التفجيرات دي كرعينه فقعت فيه، كرعينه اتقطعت من حقويه من هنا من هنا. الود عمره 13 سنه ولا 15 سنه فقط، قد يكون دون البلوغ، لكن انتم الجاكومات الكبيره قاعدين هنا. والله سوسن المجنونه دكتور طلعوا بيت سودانيه اجمل من العور العيد. شروط الاختلاط الشرعي، انت ما عندك علاقة مع السلفية اصلا. ويغش البنات ويغش الاولاد في المكتبة العلمية هنا. خالد الراشد وارتطمت السيارة بالجدار. يا دون جدار بتاع شنو يا اخي؟ في توحيد، في عقيدة، جدار بتاع جدار بتاع شنو يا اخي؟ عندك دين، عندك علم، قال الله، قال الرسول، عقيدة الرسل. جد جد في ناس انتشر في اقوام واللواط، جو قالوا الناس اعبدوا الله براو. رسل لوط عليه السلام، في رسل انتشر في اقوامهم التطفيف في الميزان، قالوا لهم اعبدوا الله براو التوحيد، عمر التوحيد، لانه ده اللي يصلح ده بيصلح. النبي عليه الصلاه والسلام قال لقى ناس عندهم زنا، عندهم شرب خمر، عندهم تبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، عندهم جرائم، عندهم قتل، عندهم حروبات، قال لهم ان اعبدوا الله، ما لكم من اله غيره. وفي اي حاجه ولي الحاكم كافر، مكة دي الحاكم فيها كان مسلم؟ أنا بسألك، لما الرسول بعث الحاكم بتاع مكة كان مسلم؟ كان صحابي؟ هم نسبوا له أبو جهل سادات الكافرين في نار جهنم. الرسول خلى حاكم ولا ما حاكم؟ دعاهم للتوحيد، لأن الناس لو وحدت وعقائدها صلحت بعد ذاك بيجي الحاكم الصالح. لكن تعاملها كلها حاكميه، وكل ما تجي ناطي ديمقراطيه وما عارف ليه، والحاكم كافر وما كافر، وهلم نخرج وهيا الى الجهاد وداون داون. اخرج يا اخي، اخرج ريحنا، مش فده منهج الجماعه دي باختصار، وما يحتاج كلام.